السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد. كنتمنى تكونوا بخير. اذا كنت لاول مره كتشاهد القناه ما تنساش دير الاشتراك فيها وشي كومونتير محفز فضلا وليس امرا. حقيقه تواجد اسد اصل الصنيفرة نواحي خنيفرة هل هي حقيقه ام خيال؟ كل هذه السيناريوهات يتوقعونها المشاهدين الكرام عبر التواصل الاجتماعي. وهل هذه الحقيقة تواجد أسد الأطلس؟ نعم هي حقيقة، وبطبيعة الحال شافوه الناس الساكنة، كل واحد وكيعطي الرأي ديالو. الأسد راه مشكل، راه مشكل بالنسبة للساكنة. كاينين الناس وكاين السلطات داروا واحد درون باش يكتشفوه، والبحث مازال جاري، وكاينين ناس شهود اللي قالوا شفنا الاسد مصطفى اللي مشات له بقره اللي هجم له داك الوحش، والبارح نهار الحد ياك في الليل مع الوحده ديال الليل، مول القطيع اللي تكالت ليه الغنم ديالو الاخوان، عنده نعجه خروفه تكالت ليه، دليل على انه الاسد كاين. الوحده ديال الليل وقع لي مشكل، نط اخويا لقيت الكلاب تينبحوا، نط اخويا شعلت البيل لقيت اخويا البهيم ديالي مكولين حدا الزريبه. والاثار لقاو الناس اسد كاين. وهذا الفيديو اللي غتشوفوا شهاده ديال هاد الاصدقاء تيقولوا بغينا نمشيو نتفرجوا في المنتخب تنخافوا من الاسد. احنا بريوسنا دابا ولينا خايفين، بغينا نطلعوا للقهوه نتفرجوا في الماتش بحال ما كاب، اللي خصنا نجيو ثلاثه ولا اربعه باش نرجعوا بالليل، فهمتي. هما شافوا الاسد، ومول الشاطو اللي عطى التصريحات ديالو بان شاف الاسد. اذا الوجود ديال الاسد كاين. ثاني ثالث يداس ولقينا قضية السبع، لقينا لاطر ديال السبع. هدر مول البغل قال لكم كنت جاي ولقيت الاسد، ما زدناش طيق له. واحد الرجل موسين حتى هو عطى اقوال ديالو، قال وجود الاسد كاين، حتى هو نقولوا ما تيقناش. لقيت لاروي كلا لاروي وكلا الحلال، بقى بهم غير الراس. ومول الشاطو اللي عطى التصريحات ديالو بان شاف الاسد. اذا الوجود ديال الاسد كاين، ولكن اسئله اللي مطروحه في السوشيال ميديا، هل هو اسد متوحش اسد مالك الغابه، او سؤال اخر تقول هذا اسد خارج او هرب من شي حديقه او لا سكان في شي فيلا كان مربينو ودخل الغابه. حنا كسابه ماشي ولاد المدينه ولا عارفين ناطر ديال الحلوب وديال الحيوان كامل، ناطر ديال السبع كاين. من المحتمل كبير هذا هو الجواب الصحيح، هو اسد اليف كانوا مربينو ناس ودخل الحديقه او لا خرج لهم من شي فيلا وهرب باش دخل الغابه ولا شي واحد طلقو. اذا الاخوان اسد كاين. كاين واحد السيد اللي لقاه هنا، ما كاينش نقاش، القبيله كامله تشهد عليه بلا داك السيد ما كيكذب ما والو. غير هو من المفترض وبعد اسئله وهذا الشيء اللي شفناه اسد غير متوحش طبيعه الحال، لان اسد مالك الغابه كيملك المحيط اللي كيتواجد فيه بصفه عامه، حتى شي واحد ما تيقرب لهذاك المحيط تيولي من المملكه الخاصه بالاسد. يقولوا بالدارجه ما عندهمش التقويم ديال فكان الاسد باش يواجهوا هذا الاسد، لان الاسد الكبير يا اخوان عنده بعض الزحالات، عنده واحد الصوت كيتسمع على 20 كيلومتر، صوت مزعج وصوت قوي وصوت كل يحترمه الحيوان. حاجه كيكذبونا كيكذبوا علينا يعني، حنا ما علاش غادي نكذبوا؟ ما كنظنش الانسان يتواجد فيها لي. وما مشوش بعيد الاخوان في تنزانيا، تنزانيا كان هجم عليهم واحد الاسد دخل الغابه، اسد متوحش. شحال ديال الوفيات ديال الانسان، شحال ديال الجماجيم القاو ورصدوا كاميرات المراقبه في الغابه ولقاو الدليل لان الاسد موجود، وفترس ليهم ناس كبار وفترس امراه مسنه وهجم على الناس في السكن ديالهم وكلا الناس. عندي 40 سنة علاش غادي نكذب؟ يعني السبع كاين ويني ما كاينش اللي يتعاون معنا باش نقلبون. دليل على أن الأسد في أطلس خنيفرة في الجبال المغربية متواجد، لا نقاشة له،
أسد موجود، ولكن البحث جاري من وراء هذا الأسد، والبحث قوي من وراء هذا الأسد. المعزات اللي ماتوا لقيتهم كلاهم. لذلك الإخوان كنتمنى تيقوا الناس، وكنتمنى يدخلوا الناس، دخل السلطات لتشوف هاد الناس اللي في المناطق ديال خنايا فراغ في الجبال ايت بوخيو، راها كاين الاسد والناس مخلوعين، وعلى التربيه والمواشي ديالهم راهم مخلوعين. ما كاينش اللي كيمشي يدخل الغابه كاع، كلشي غاق راه مكمشين، لان هذا راه اسد الاخوان، راه ماشي اللعب. هاد الناس هذا خاصهم وضع حل لهذه المشكله ديال الاسد. الا كنا حنا كنتواجدوا في حد المحيط او لا في المدينه كنتواجدوا بهدنه وما عندناش واحد الحيوان مفترس، لا خوف علينا. هذا راه لا يعني ان وجود مشكل عند ناس اخرين في الباديه. ما يمكنش باش يدخل معنا الغابه يقول لك ما كاينش السبع، اللي قال لك ما كاينش يدخل الغابه يبات غير نهار واحد تما يقول لك. الناس ديال الباديه راهم في حاله يورث لها، فهمتوا الاخوان؟ لذلك هاد الناس خاصنا نصدقوهم، ولذلك هاد الناس خاصنا نتعاونوا معاهم، وخاص السلطات تقوم ببحث شامل كما وعدنا فريق ديال الامودو. قالوا غادي نديروا كاميرات الرصد الاسد اللي كاين، وهذا خطوه ايجابيه، لان لا رصدنا وزودنا المكان اللي كيتواجد فيه الاسد بكاميرات مراقبه، غادي نقوموا بالعثور على الاسد، وبالتالي غادي نوصلوا نتيجه. مخاوف ديال الناس في الباديه غادي تكونوا خففنا عليهم واحد شويه، وتواجد الاسد امام الكاميرات والعدسات، فبالتالي غادي نقوموا القبض على هذا الاسد. انا لا اعني انني نقول الاسد يجب محاربته وقتله، في نظري هذا الاسد الدوله تعرف شنو دير ليه، السلطات غادي يعرفوا شنو يديروا مع هذا الاسد، ممكن يديروه في حد المحميه او يديوه الحديقة ديال الحيوانات، ويتقاتل هذا الأسد لأنه رمز ديال المغرب، به باش معروفة الأسود الأطلس. من هذا المنبر كنتمناو فعلا الأسود الأطلس إنجاز قوي في كأس إفريقيا، وجيبوا لنا اللقب لما لا، وحد سعيد للمنتخب الوطني. كانت هذه هي الحلقة، ما تنساوش دينا اشتراك الإخوان في هذه القناة، ولا تنسوا اشتراك في كومنتير محفز. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.